السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في خليل جيمنج. هاي الحلقة شوي فيها تجارب. ليش؟ لأن أبغى أسوي مدينة سكنية فخمة. على فكرة قاعد يحترق عندي المول، بس المطافي إن شاء الله قدها. يعني قال المطافيون اليوم عندي يحكشون يا المطافي الكبار سؤال. زين، أول شيء بمناسبة الحريقة هاي بوقف اللعبة، بنسوي منطقة الخدمات ولا منطقة الهليكوبترات والطيران، لأن محتاجين منطقة طيران. منطقة طيران وين منطقي أكثر إذا أنا هني بسوي الخدمات هذه، ألا وهي لا إله الله يا أصدقائي الويست ترانسفير منقلهم لجدام. فمن المنطقي أني أسوي منطقة خدمات هني. وشو بسوي؟ بنمد شارع من هني، بنحول هذا دوار قبل الدوار. والله مشروع الزحمة عندي سيء شوية اليوم. انزين، بنكبر الدوار، سوي تولين هاي واي بالطريقة هاي، ونعدل نظام الزحمة فيه. قلت لكم دقوا على تول كنترول شيفت مع بعض ودقوا كليك عليه، هو راح يرتب لكم كل شيء، راح يعطي لهذا افسح الطريق، وراح يعطي الاولوية للي في الدوار، خلهم يمشون لشكلهم غلط واقفين في الوسط. انزين، الحين بنحط نحن شو منطقتين. المنطقة الاولى خلنا نجيب الاندستري. وين الاندستري؟ اندستري فورستري، لا فارم، لا اور اندستري اظني. وين الاندستري عندنا هذا؟ لا اميوزمنت بارك، لا بارك فنس، لا شكله ما في الا الاور اندستري. اشوف الاور اندستري كيف الشبك ماله، ونشوف كيف الشبك مال الاور. ايوه اور اندستري، خلاص قررنا بنيب اور اندستري، بنطلعه لين هني الشبك، وبنسوي منطقة خدمات. زين، منطقة الخدمات طبعا هالنوع من الشارع ما يسمح لي اي شيء يمر مهني على فكرة، يعني ما في حد يقدر ياخذ يسير في نص الشارع، بس برصيف مش لحظة شوي، برصيف وليس بخطوط. انزين، الحين نبغى نيب هذه المنطقة ونحولها الى منطقة اعادات تدوير وهاي الامور. فبنحط الشبك هنا، زين، وبنحط الشبك هنا، ويمكن يكون في انتاج طاقة حق هذا الجزء من المدينة، لان نحن الكهرباء عندنا على شفة حفرة اتصور، اذا امتدينا وايد راح نتوهق. انزين، خلنا نيب هذا هنا، نختصر الموضوع شوي، زين، ونميله هذا مع الشارع قدر الامكان. طبعا من تلعبون بالموس شوي يمين يسار مره مرتين بتعرفون شو السالفه انتوا اصلا كيف تتحكموا فيه. فاللي يستعمل التول اول مره لا يخاف، يعني كله باللفت كليك. انا اسحب المود هذا باللفت كليك، الحينه الكليك اليسار مال الموس واروح. زين، الحين ابغى اعدل هذا شوي ويبقى هني. زين، هذه المنطقه نظريا تكفي، واقعيا انا متاكد انها راح تنقص. فشو بسوي؟ خلنا اني هذا الشبك ونوسع المنطقة لين المنطقة الثانية، نيبه لين هني حاليا، لأن ما عندنا الخريطة أصلا نقدر نسكر سيدة. خلاص، هاي بتكون نظريا حاليا مبدئيا منطقة عد تدوير وغيره، بس تعرفون شو الأرض لو سمحت رش بالطريقة هاي. نبغى ننزل الأرض متساوية، كل اماكن مان ميد ولا صنع بشر، فما نبغى. نعدل شوية هني، يمكن في المستقبل نمشي مع التضاريس. على فكرة على الاغلب راح نمشي مع التضاريس اللي موجودة هناك، واحتمال نخلي مدينة تحت ومدينة فوق. انزين، الحين هذه المنطقة لانها صناعية نوعا ما بحتة، يعني تعتبر، وبنسوي نسوي بالطريقة هاي الشارع، اكثر شارع ما منه فايدة حاليا، بس بيحدد المكان، بيستعمل لتحديد المكان اكثر من لاي شيء ثاني. زين، بالطريقه هذه وندق. لحظه، لازم نشوف هايت، تعال نفس طول هذا، نزل الشارع سيده ولا تهيئ لي سؤال، اي شيء غلط في هذا المكان. اي هني سيده، اي هني مو بسيده، ليش الارضيه جمال؟ هي الأرضية، خلنا ننزلها. أقولكم في شيء غلط، أنا حاسس إنه في
بس اوكي الحين اوكي انزين، وهذه المنطقة راح تكون اسمنتية بحتة ان شاء الله. رمي بحك ما روم حتى ادق عليك لك الخريطة هاي المشكلة اللي فيها هالاشياء. انزين الحين راح نمد خط سيدة مرة دايركت، وهاي خدمات هاي المدينة، كل مدينة مفروض يكون لها خدمات بروحها على فكرة. الطريقة هاي نحطيها بالعكس اني بشارع، خلنا نغير هالشارع الى شارع صناعية الداخلي. زين بيعطي شكل مختلف بعد الطريقة هذه، ونحول الويست ترانسفير فاسيليتي ما اقدر لانه فل. البايو فيول بس لا مش هني، بيكون هناك. إعادة التدوير هني شوي بعد بعدناه عن المدينة ترى، واللي هو شيء ممتاز وايد. عندنا ويست بروسيسن كبير حلي، ممكن اقول لكم بحطيه مكانه هني مكان ما هني، وما بنبني ترى شيء قريب من عقبه. خلاص شوي بيخرب على المدينة للأسف، لازم خليتي ورا الشبك. أنا آسف بيزعلون مني، لأنه أنا متأكد بيزعلون مني، بس ما عليه خلهم يتحملون شوي، ها حق مصلحتهم. انزين وني نسوي المنطقة الصناعية بالطريقة هذه. اوكي طبعا الرسمات من نكمل الشارع بعدين تفتح عندي الخريطة راح تكمل، ما عليكم. زين هاي بتكمل مع الوقت بروحه، لان المصير المكان يمتد. انزين الشارع الثاني اللي هو هذا مفروض يحوي على كمية خدمات مختلفة. هذا الشارع بيكون في كسرة مش مشكلة، وبنسوي شارع من هني لين قبل هذا الدوار، شارع من هني لين هني سيدة اللي بيخلينا نكسر هذا. انزين هاي صارت عندنا منطقة ثانية. شوفوا الشرطة عندهم البوليس هليكوبتر ديبوت، زين بس خلونا نسوي اماكن في الوسط، يعني خلينا نبني هذا هني تقريبا هني، لو زاد شوي من مشكلة بنسويهم شير. زين هاي سيدة ولا انا يتهيأ لي انه مش سيدة، بس الشارع كله في شي غلط. زين نسوي الهليكوبتر ديبوت. زين اوكي وبنسوي المطافي، هليكوبتر المطافي بيكون افضل يكون هذا الاتجاه. زين مفروض ان هالمنطقة بتكون امنية قصوى على فكرة عقب شوية. زين خلاص هذا ارتحنا منه. انزين بيطرشون هليكوبترات الحين. عندنا في مستشفيات طبعا ما بنحط من خدماتهم شيء هني غلط، لان مكان ما يصلح. اوه الماي يا حبيبي. انزين نفس المكان هذا ابى احط فيه شيء يوحي بالهليكوبتر ديبو، تنحطيه هني شير. احس ما ينفع صراحة، لان ما ادري انا شخصيا احس انه ما يصلح. زين هاي شغالين على خدمة مساخ، ليش؟ لان عندنا حريقة هني فجايين يطفون حرايق، على امل انه ما يحترق كل شيء. على فكرة هني قبل كان في حريقة لو تذكرونها، كل شيء رجع طبيعي بس يباله وقت. هالمول مع شوية صيانة وهذا ودنيا ويرجع طبيعي إن شاء الله. أهم شيء الحين هالهليكوبتر شوف طفية ولد طفي. انزين نرجع لمنطقتنا هاي، المنطقة هاي ما بتكون بهاي البساطة. المنطقة هاي أبات تعالوا، هاي المنطقة قاعد يستوي فيها وايد شير فيها ترى، فخلنا نحط في الحديقة نفسها، خلنا نشوف فيه مكان فاضي مكان فاضي مكان فاضي. نقدر نحط هني برج، او هني نقدر نحط برج مطافي. اوكي كونجراتيليشن راينو بعد لفلت الحديقه ما شاء الله، اشوف الحديقه مولعه. نعم زين وين برج المطافي؟ عفوا هاي الشرطه. زين نحطي برج المطافي يغطي المدينه هاي كامله. اوف والله شوفوا اذا في نص الحديقه هني افضل، او عند البوابه هني
هني كم بتغطي؟ اشوف تغطية ممتازة، هاي التغطية ممتازة. صار عندنا برج مطافي، بما انه في حديقة اموره طيبة يعني، على الاقل يقدر يشوف الحرايق قبل شوي بوقت بدل ما نحن متلعوزين. الشيء الثاني اصدقائي الشرطة، عندنا سجون نحن صح، بس سجن اذا سويته مجرد سجن ما احس انه مشروع ناجح. نقدر نسوي باركنات قدامه، نسوي شبك ونحط ملعب كورة. أحس هذا ال حسب نحس إنه سجن، أو نقدر نلزقه كخصوة كهذا كامل هني. زين خلنا نبدأ خطة السجن. خلنا أول شيء نمسح الشارع أوكي، لأن هالمنطقة كامل بنعتبرها سجن أوكي. إن شاء الله رمى أمسحك إن شاء الله. ما أقدر أقدر أوكي نايس. المشكلة الحين من أطيد شوي يطمشون على منو بيقعدون طالعون السجن يضحكون. زين إيها كنا نبا يا أصدقائي باركنات 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 بالطريقة هذه حق موظفين إدارة السجون أوكي، ونبا نحط فيهم شو بارك نفسه. تعال يا عزيزي الباركن تعال تعال. المشروع اللي هني الشيء اللي قاعد انا اتشاور فيه فعليا كيف بسوي الديكورات، لان الديكورات يا اخي ما اعرف يعني اذا بسوي ديكورات اكثر ما اعرف، بس محتاج اسوي مجموعة ديكورات صراحة، هذا شيء اكيد صراحة. بس شو ترتيب الديكور نفسه هذا موضوع آخر، لأن الحين ديكور بسهولة. انزين إن شاء الله سجن يركب على الباركن. اوف كورس ما بيركب. انزين مسوي السجن، هو أفضل إنه ما يركب، تعرفون ليش؟ لأن المفروض إن الباركن ما يركب على السجن. نقدر نسويه شارع عادي. طب خلنا نشوف نسوي بالطريقة هذه ونسوي الشارع الثاني عادي بعد اللي هو هذا، بس هذا مدخل باركنات يكون اللي قدام السجن اوكي، ونسحب شوي هذا الشارع يمين لين يستوي هذا سيدة اوكي. هذا شو وضعه اوكي اوكي هذا اوكي. هني نقدر نحط ابنه صديقنا السجن، طبعا وايد معاناة بالنسبة لان نقول هذا سجن، بس اوكي. اوب اوريدي سيارة طلعت يبون سجون، كم سجين يشل ما اعرف، بس وين اي شرطة؟ اوف بتصير نص المدينة فل هني. اوب وات، خمس سيارات كلها نيوز، سجون عندي فل شو وات وات، عندي 94 مجرم واو. انزين عال خلنا نشتغل على السجون عدل. شوف بنحط هير، عارف السجن ما يكون شكله لطيف في العادة ومكان لطيف ومكان حلو، بس ما علينا، نحن متخيل ان نحن ناس طيبين ونحن ناس محترمين، وراح نحط الناس اللي في السجن الطريقة هذه. صبر اوكي، راح نعطيهم مساحة طيبة فيها الشير فيها هذا الاخر، مع انه ما يحطون اظني شيء حسب يشوفون المجرم اذا شرد يقدرون يحددون موقعه، يعني انا اتوقع هذا السبب. انزين الشيء الثاني السجن نفسه، ان احنا الشبك انا شفت شبك توه شكليا مال سجون صراحة، اللي هو اور اندستري اشوفه ينفع حق سجن. طبعا فعليا هذا الشبك غير فعالة، لكن نحن نحطيه من باب الشكل وعلى امل انه يضبط. انزين هل هني بسوي شيء ولا خلنا نشوف شو عندنا اشياء ثانية مال الشرطة. عندنا انتليجنس ايجنسي المخابرات يعني
هاي نقدر نحطيهم هني يراقبون المساجين. زين خلنا نشوف. على فكرة في اللعبة هي عبارة عن بس شرطة تصور، زين لا أكثر ولا أقل. بس نحن لأن مبنى، نبي نحط مبنى في مبنى، وهذا بنلف باركناته من وراه، يعني هذا المكان شوي خطير يعتبر. انزين الحين لو ندخل على الحدائق نفسها، في عندنا ملعب كرة سلة، ملعب الكرة السلة يقعد على الشارع الداخلي. صبر على هالشوارع ما يقعد صح، only on road side. انزين دام انه فقط على شارع، كان في باك مال واحد انا شفته قبل، سجون يعني فقط عبارة عن سجون. زين خلنا نحط هني ملاعب لهم، اذا سوينا بارك اريا يقعد صح. صبر وين الملعب؟ الملعب كان في الحدائق هني، الحدائق الحديقة. هل ما راح يركب على هذا؟ لازم رود سايد، هذا مشكلة. اذا هذا لازم رود سايد هاي مصيبة. بس ممكن نسوي ديزاين انه جزء من السجن. صبر صبر خلنا نشوف شو نسوي. نسوي لهم الحدائق على هاي الطريقة هني. الحديقة بنحطيها هاي على اساس انها لأهل السجون، وبسوي شوارع لها على اساس انها لهم، بس في الواقع هي يعني مش السجون ترى. زين خلينا نشيل الموب التول، نحرك هذا شوي قدام، بس نقدر نحطي الملعب الثالث. ما نقدر نحطيه ايه. زين مو مشكلة نحطيه بالطريقة هاي هني. زين ونحطي الحين شو نشبك المكان. انا شفت باك سجون بس ما ادري هل تنزيله فكرة صائبة ام غير صائبة، لانه اوريدي عندي وايد مدات ومرات اعرف الناس بيدخلون. بس شكليا هذا حق منو؟ حاليا داخل ضمن السجن. اوكي بس اتس فاين اتس فاين، هي بتشتغل كانها حديقه بس عادي. انزين السجون ما نحط فيها شوارع شو؟ الصبر هذا بيحتاج موف التول من خاطر. بس شكليا تراه شكليا داخل السجن. اوكي شهني خلص الشبكة شوفوا، ونسوي ممر داخلي الشارع هذا. خلنا نشغل السنيبنج هاي، خلي البوينتس مال اللعبة يلزقن عرفتوا بالطريقة هذه. مشكلة شو الشغلات اللي يسوونها في السجون يعني؟ اوكي تمارين جيم واتيفر، بس نحن حاليا مثل ما تقولوا مضطرين مع واقع اشياء معينة. انزين خلنا ناخذ الشبك هذا، الشبك هذا والله ممكن يغطي المساحة كاملة. اوكي اكثر مساجين مدلعين في العالم شكل هاي له. مرة سجن على الشارع العام، يا ساتر. أظن هذا لو في الواقع هذا أسهل سجن ممكن يشردوا منه. إنزين سوينا قبل نحن سلسلة لو تذكرون، اللي كان يتابع القناة على أيامها. إنزين الحين بنسوي أكله يبالي تعديل ترى، يعني حبة حبة نتم من عدل بشو بالموب التول. بس الحين اهم شيء اذكر المكان. الطريقة شوي تبين انه اوكي. زين الحين سكرنا المكان، سوينا باك قبل احنا سوالف معسكرات سجون هذا. والله يبالي انزل باك سجون صراحة، بس ما احس اني انا مركز السلسلة هاي على هاي السوالف صراحة. انا سلسلة سياحة يعني، وما بأدخل تعقيدات. لكن 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 بنشوف التجاوب مالكم. انتو شو تبون؟ تبون ننزل مودات سجون؟
انه في اشياء ترى حلوه. انا شفت باكي واحد عجبني الصراحه، ما في وايد اوبشنات سجون انه مثلا اسوي جوانتنامو مثلا، ولكن ممتاز. يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام. زين طريقة هاي، طريقة هاي، نعدل الشبكة كامل. هاي من الأشياء اللي تعطي شكل لكن تاخذ وقت طويل تضبيطه. مجرد تضبيط تتكلمون عن يعني شيء سهلك، ان نقطة بنقطة في مدينة ضخمة جدا. في ناس بتي الملاعب طبعا، بتي بتدخل مهني بتلعب، بس نحن بنتظاهر ان هذا سجن صراحة بما ان حول هذا. زين انت الحين انت بالذات 48 سجين يا حبيبي، انت بالذات عندك وحدة المعالجة كل النفايات كلها موجودة. وال شوفوا كم ان سيرفس بس فضالي هذا. وات سو نايس نايس. انزين بايو باس فيول بي جنب لا هني لا ما نقدر بي جنب هذا. وهني هني هني تستوي لعبة الديكوريشن، لعبة خطيرة جدا، كأنه ممكن نوحي فيها وايد اشياء. بس من الشيء اللي يسويه هذا خايس اذكره. اوكي خلنا نمد كل التراب. لا هني لا هني ناس محترمة قوي. زين خلنا نمد هني كامل تراب، خلنا نشله تغطية منطقة السجن، ما بخلي فيه مكان غير ترابي. الفرشاة شوي كبيرة بس it's fine. إذا طافني شيء أنتم ما شاء الله عليكم تنتبهون أحسن مني. فبعرف إنه منو له خاطر هذا اللي يهد المدينة والحدائق كلها ويتمشى في الحديقة ويلعب كورة هني. والله صراحة. زين خلنا نسكر هذا. سكر لحظة. ما أنا بكر شيء سجل. حسب لو فكروا يشردون ليت واحد يبينون. ايه اعرفها مش من ضمن السجون بس بيخلي شكل المكان والتحديد قبيح. سويته ترى وياه. شوفوا هذا يعني مبدئيا يا اخي مشكله ملاعب فيها شيار وهذا ودلع يعني. شوفوا الناس تجي من برا. زين فالباركانات عندنا بنستعملها لما يكون في اشياء بسيطه. زين الحين اللي هني بيكون دكاكين صغيره. اوكي هاي الدكاكين وحبتين تكفي. زين بس ابى اسوي شيء داخل السجن. بس مشكلة اذا سويت شيء داخل السجن راح يكون شكله، بسوي لفات على الفاضي ممشى ما منه هدف فعلي. هاي السجون ما اعرف بالضبط كيف نظام السجون يمشي صراحة انا، ولكن مفروض في يعني مساحات لا يمكن الاستفادة منها ولا يمكن الهروب منها. أظن هاي الفكرة العامة. هي لفات بس حرق وقت، يطالعون الشبكة هناك اليوم وما لا يقدرون يسوون شيء. اوه عندي بقعة حو تعال. انزين شوفوا الحين في ممشى على الفاضي. مشكلة مش هنا، مشكلة اذا جيت احطي بلازا ولا شيء مشان ماست بي ان رود سايد يقول لي عرفتوا، ما بقى احول المنطقة الى حديقة. انا هاي المشكله الوحيده اللي واجهها، انا ما ابغى احول المنطقه الى شو حديقه. فباخذ راضي فيها حاليا انت، بس ابغى لفه اخيره من الشارع هني لين الشارع هني ولفه ما لها داعي. بس يوني قاعدون يحلمون بالحريه وما يقدروا يروحون مكان. منطقه جميله والله يعني الصراحه اللي تفكرون فيها. والله مساحه سجن، مساحة سجن، بس لا والله صراحة يبالهم ملاعب. بدون ملاعب ما يفهم. مركز الاستخبارات عبارة عن شرطة بس. بس على الأقل يعني عندنا شيء، يعني ما تسوي شيء، ما تضيف لنا فايدة في اللعبة. مركز الشرطة ما يفيده، ما يعني ما يضيفه. فبالتالي تي، لكن مكان زين ترى، المكان كل عام جيد، بس مشكلة مال الشرطة، الهليكوبتر هذا أنا مش عايبني صراحة. احس بخليه من ثيم السجون.
ان هذا مركز شرطة، بما ان عنده سجون بفترض انهم يوصلون. يوصلون المساجين، فبالتالي بفترض أن يحتاجون حماية زيادة. فبفترض أنهم يشغالين على خدم النساق أساس يدخلون المساجين سجن. فعليا هم يسوون هالشيء على فكرة. هاي هدف من الشرطة، إذا في مجرمين في اللعبة هذا اللي يستوي. أنا زدت وانتو ما حد مجموعة مدارس، ترى مجموعة المدارس سوت إضافات جميلة للعبة. شوفوا الحين بالطريقة هاي، وهذا أبا يكون شوي مظلل عن باقي الأشياء. فشو بحط الشير الطويل ما تذكرونه؟ والله هذا زين حق منطقة السجون، تصور بيكون مشروع ناجح صراحة. شير ما احتاج مسافات ضخمة، تحتاج تغطية بسيطة جدا. اوكي، اصلا منطقة السجون، وهذه بعد راح تميز فيها منطقة السجون وجود هذا الشجر العالي داخل السجن. ما اظني هذا منطقي صراحة بالنسبة للسجن، بس محتاج حاليا اني اغطي المساحة اللي هم فيها. انزين خلنا نسوي ميلان شوي. شوف هالتولز والله تخلي حياتكم شو سهلة. يعني تعرفون الأول زمان، أول ما بديت اللعبة أنا كنت حطيها سوالف حبة حبة. زين الحين غطينا قدر الإمكان منطقة سجون. شوفوا مكان دائري، مكان شجري يعني. هأسوي الأرضية هني تراب؟ لا لا لا، مو بسوي تراب، بس أنا شفت هني بقعد تراب على الرصيف، ابغى امسحها صراحة. اوكي الحين احسن. فهذا صار عندنا نحن نفس السجن المركزي للناس. بس والله يعني شال 57 مجرم، انا ما توقعت عندي كمية المجرمين الموجودة هاي في المدينة حاليا صراحة من صدق. الوضع يستحق بعضا من التفكير والتكتيك يا جماعة الخير، لأنه انا حطيت محلات هني، بس محلات عن سجون شو الفايدة منها؟ هذا السؤال، هل منها اي فايدة؟ ارى ان الحديقة هاي عندي شغالة ما شاء الله 6000 ما شاء الله. زين الحديقة هاي شغالة، شوف شو نسبة المتعلمين، لان الحين عندي نسبة جرائم صح؟ في ناس ميتة ما قاعد يبونها مع كمية الدفن، شو السبب؟ الصحة عندي زينة، شو اسمه عندي زين، المستشفيات عندي زينة، بس النقل مو بشغال. يعني هذا عندهم عند الباب وما يستعمل كل سياراته. بشوف بعدين انا شو السالفة، يمكن في شيء في اللعبة عندي انا مسويه غلط. الحين عدد الزوار ترى خرافي قاعد يستوي، والحديقة ما بتلفل اكثر، والمدينة قامت تجيب سياح أكثر. والله منطقة الحديقة أنا براود أوف الصراحة، أنا فخور فيها يعني، المنطقة طلعت وايد حلوة الصراحة. الخطوة التالية إني أسوي منطقة، إن شاء الله ها بيكون فيديو القادم، لأن هالفيديو ما بيمديني يعني ما فيها طول ساعة. شوفوا قاعد يزيدون، هذا الشيء الغريب. أنا أظني هذا كله سبب الزحمة. خلينا نحاول نحل الزحمة اللي هني شوي. صبر صبر صبر، شو بيحل الزحمة اللي هني؟ غير شيء واحد، شارع رايح وشارع رد. احول هذا الى، او احول هذا الى دوار. خلنا نلغي الدوار اللي هني. زين اوكي، هالشارع بيتم نفس ما هو. اوكي 4 شوارع، بس هذا الشارع خلنا نحوله، لان الناس تستهلك شارعين فقط. شوفوا بسوي مضمار سياكل دائرة حول الباركنات. زين رايح عبارة عن دوار ضخم لا أكثر ولا أقل، وبيجي بوصل هذا الشارع
اللي هو صغير 4 شوارع، بمد هذا الشارع وبيجيب الخطين بمد لهذا الشارع. النقطة هاي بعدلها، صبر لا تزعلون، لا حد يزعل مني. زين، في ناس تزعل مني بسرعة ما اعرف ليش. زين، بسوي سيدة هذا، بس يبالنا نعدل مدخل الحديقة، لاني بشيرة هاي هني. هل اقدر استعمل الراوند بوت تول علي هذا؟ يس، نايس نايس. الحين هذا استوى عبارة عن دوار ضخم جدا 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 جدا. طبعا هذا بيأثر على خطوط المواصلات، بيأثر على وايد اشياء. انا اسرع اللعبة، بيأثر على مجموعة خطوط، على مجموعة أشياء، بس هذه مع الوقت أنا بشوف الأخطاء بصلحها، أوكي؟ بس الحين استوى عبارة عن دوار ضخم. خلاص، ها المفروض يغنيني زحمة، أنا أظن إن الزحمة لعبة في المدينة لعب، بسبت إنه وايد زحمة على منو؟ على محطة القطارات أكثر ما أنا توقعت الزحمة تكون، مع إني ما واصل إلا الناس اللي تجي من برا المدينة، الحين ما وصلت المدينة داخليا بالقطارات وناوي على فكرة. شوف كيف المكان قام يمشي، شوف شوف المكان كيف قام يمشي. يا سلام يا سلام، الحين افضل وايد، بس زحمة هني يمكن تستوي، بس هاي ممكن تعديها نوعا ما، بس وايد اوكي. الحين المفروض، يا سلام قلت لكم ما في حل دوار العود هني، بعدها في زحمة قامت تمشي. شوفوا الزحمة من وين قامت تمشي. ها زين، هذا الشارع رايح راد، هالشارع ما يستعملونه. خلينا نشوف سرعة الشارع، 60 60 60، هذا 50، بسوي هذا 80، خلي الناس تستعمل هذا الشارع. هذا الشارع محتاجين الناس تستعمله الخارجي، فبزيد سرعته على أمل الناس تبدأ تستعمله، اساس انه يحصلون يعني مثل ما تقولون مخرج اسرع. شوفوا، بدل ما الناس تبدا تستعمل الشارع الداخلي فقط، الناس بتبدا تستعمل شوارع ثانيه اساس تؤدي مشاويرها. الشارع اذا بدوا يستعملون اكثر بعد الزحمه بتخف زياده. خلينا نشوف. ايوه، في حركه قامت تستوي من شوي، كان الشارع هذا ميت. انت شو شال؟ منو شال؟ ورك شفت وين ساير؟ زين، عدلوا المكان. شوفوا نايس، الحين وايد افضل، مفروض الزحمة شوي شوي تبدأ تخف. شوفوا هني كان احمر، توه الزحمة قامت تخف بشكل مش طبيعي، لان هالمكان استوى عنده عبارة عن دوار ضخم، والناس اللي محتاجة تستعمل هذا الشارع. هذا بعد موضوع ثاني، الناس اللي تستعمل هالشارع، لان الناس اللي تستعمل الشارع تبغى تدخل الدوار الضخم. بس شوفوا الفرق، والله ان فرق في المواصلات وكل شيء قام يستوي. هني بيتم زحمة لين نحصل لحل اخر شوي شوي مع الوقت. انا هذا كانت الفكرة، ان يكون شارع داخلي على هذا، بس يمكن نلغي الدواوير ونسوي اشياء ثانية، بس هذا ما نقدر نشله، لان هذا لو شليناه الحين بنشل جزء ضخم من المدينة. بس اهم شيء الحين نكون خففنا الزحمة، يعني شوفوا قامت تخف الزحمة. نايس نايس، والناس قامت تستعمل هالشارع لانه سريع. تشوفوا الناس قامت تستعمل الشارع الخلفي لانه اسرع. وايد اوكي، هذا وايد بيخفف علينا الزحمه. المفروض الحين يوصلون، لان انا اتصور هذا ما كان يشلونه، لان الهيرسس من مكان ثاني قاعد يجون، اللي يشلون الموت مساكين من مكان ثاني، فلها سبب ما كان يجون هالصوب. شوفوا الفيديو القادم، يا بسوي مدينه شوي سبيشل وحده من الاماكن، يا بسوي شو، يا ببدأ أسوي الجامعة، إمداد الجامعة. بس إن الجامعة ما قاعدين وايد طلاب، أنا أتصور لو أكنسل الجامعة اللي هني. بس بخبركم أنا قبل لا نروح نخلص هذه، لو خلص الجامعة اللي هني ممكن نرتاح. شوفوا University availability capacity عندنا 5000 وشي، هاي هني ولا لا، هاي تشيل 4500 وهناك 1300. لا لازم نكبر الجامعة الحلقة الجاية. المهم نشوفكم في الحلقة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.